الطلبات الصف السادس منها. احنا دلوقتي طبعا هنبدأ من تي توا، درسنا في الترم الاولاني يونيتي ان ودو. يونيتي ان ودو كان كل يونيتي في تروا لسون. بالنجاح ان شاء الله وابدأ معاكم بيونيتي تروا. دوزيام اني سكوندير، دوزيام سيمستر. دلوقتي هنبدأ لسون ان. بارلي ديز اكتيفيتي كوتيديان. كلمة كوتيديان هي كلمة يومية، عادة يومية أو نشاط يومي بنعمله. لو كلوب دي لوكي. إيه لوكي ده؟ اللوكي هي الناس المحب لللبس، المحب للمظهر، تمام؟ اللسون في مجموعة كلمات زي ما تعودنا ماسكولان، مجموعة كلمات فيمينية. اخترت منهم الماسكولان. ها؟ أنا في رأيي. ان اوردر ترتيب، ديزاوردر هرجله او عدم ترتيب، لوك ماجازان، فيتمون، موتيف موتيف، لوك ليجن. كلنا طبعا عارفين البناطيل الليجن او الهدوم الليجن. أقراهم من غير دمدمة. أبي أوردر ديزارد لوك ماجازين فيتمون موتيف لوك ليجن. دي الكلمات الماسكولان اللي بتاخد أ أو لو. نروح للكلمات الفيمينات. أون أون أوبينيون رأي. طب نبص الناحية التانية كده. أنا في رأي برضه. يبقى الرأي ده ماسكولان والأنا في، الرأي ده فيمينات من أوبينيون. ماتيير مادة، مادة دراسية. باسكت لو شلنا حرف الإس دي يا ولاد تبقى الباسكت لعبة الباسكت، لكن باسكت أبيك إس كده هي الجزمة الرياضية. شاسات حذاء. تاي مقاس. تونو زي. فيترين الفاترينات اللي بتعرض فيها الملابس. براسولي الحظاظة. كوليه كوليه اللي بيتلبس في الرقبة. نشيل كلمة براسولي يا ولاد نحطها في الماسكولان، معلش هي جت غلطة مني. نقراهم تاني. اوبينيون ماتيير باسكت شاسات تايب تونو فيترين كوليه. زي ما احنا شايفين كده على البورد فوكابولير دو لا لوسون. انا قسمت الفوكابولير هنا لفيتمون اي دي شوسور بور اوم للرجال، ملابس واحذيه وكل ما يخص الرجال. الناحيه الثانيه فيتمون اي شوسور بور فام، فام سيدات. نقرا كده الحاجات اللي ينفع يلبسها الرجل. كلمه ا تي شيرت. ا سور فيتمون البيجاما نقول عليها ان سور فيتمون او الترينج اللي ممكن نروح على البي النادي. اون شوميز اون فيست ان سويتا كابوش ان بول ان انورا ان بلوزون ان شورت ان بيجاما ان جيلي ان مونتو une ceinture des chaussettes des baskets. دي الكلمات اللي ممكن مش مذكره. دي الكلمات اللي ممكن اللبس اللي ممكن الراجل يلبسه. بور اوم اهي كلمه اوم. طب الهدوم اللي ممكن الست تلبسها. بور فام اون جوب اون روب اون بلوز اون اشارب اون بنطلون دي ليجين ان جين ان مايو دو بان ان فولار دي با دي صندل دي بوت. كده احنا شفنا الملابس وقسمناها جزئين. نشوف بقى الادجكتيف دو لا لسون، الصفات اللي وردت في الدرس ده. الفستان ده طويل، البنطلون ده قصير. يبقى كلمه طويل
مذكر منها long، المؤنث longer. نحط الكلمة دي قدام البنطلون، un pantalon long، une jupe longue. طب قصير، court، قصيرة court. سري ضيق، سري avec deux e، ضيقة. original أصلي، original. joli جميل، joli avec e جميلة. vite vite، لارج لارج. ملاحظين الماسكولين بتاع فيتا بسرعة زي الفيمينين، لارج واسع، لارج واسعة. نيجي لكلمة جميل، ليها شكلين، بو بل، والناحية التانية الفيمينين بل. لا فورم اي لو ستيل. لو انا معايا مثلا كلمة نو زي ما شفنا دلوقتي، اجيب عليها مثال ان بانتالون لون، تابو لونج، اون روب لونج. طيب معانا كلمه مانش بكم، شايفين الاداه اللي خدتها، ا مانش، سون مانش بدون اكمام، اون روب ا مانش فستان بكم، اون روب سون مانش فستان بدون اكمام. اكابوش شايفين الاداه، حرف الجر ا، اكابوش، ان سويت اكابوش اللي هي سويت اللي ايه؟ اللي ليه زعبوط كده بيتلبس. نشوف الحاجه اللي بعدها، شايفين بقى انا هنا جمعت الخامه لهدف معين. شايفين الكلمه الاولانيه دي كوتون، اللي بعدها جين، اللي بعدها لان صوف، سوا حرير، كوير جلد. دول مشتركين كلهم في انهم خامة اللبس اللي احنا بنلبسه. يعني انا هذا الفستان من القطن سات روب اي اون كوتون، شايفين الاداة قبل القطن حاطين ايه؟ اون. سات جوب اي اون جين، الجوب دي من الجينز، شايفين الاداة، طالما هي خامة نحط لها او ان. يبقى ده الجرامير اللي انا عايزة اتكلم فيه يا ولاد. اي ماتيير امسكه كده واجسه واقول ده مصنوع من القطن، من الجينز، من الصوف، من الحرير، من الجلد، ونقيس على كده بقى كل الخامات اللبس اللي احنا بنلبسها، تاخد حرف الجر اون. نشوف الجمل، سيت جوب اي اون جين، سو بول اي اون لان، البلوفر ده من الصوف، سيت اي شارب اي اون سوا، الاشارب ده معمول من الحرير، سو ساك اي اون كوير، الشنطه دي من الجلد. كده احنا شفنا الخامه. طب نبص كده على الالوان، لي كولور. واحنا صغيرين يا اولاد في سنه اولى ثانوي وفي الترم الاولاني خدنا الالوان وعرفنا ان الالوان بتتذكر وتتأنس. معنى كلمه بلو، بلو افيك بلو، ازرق وزرقاء. فير، فيرت. جري، رمادي، جريز. نوار، نوار. طب والناحيه الثانيه، بلون، بلونش. فيولي، بلون ابيض. فيولي لون البنفسجي، فيوليت. طب نبص بقى اللي في النص، دول اربعه حطهم لكم لوحدهم اهم، الجنب ده باضافه حرف الاي، الجنب ده فيه اتنين شواش شويه، البلون بقت بلانش والفيولي بقت فيولات. لكن بصوا دول انا حطهم تحت بعض كده، اساسا في الماسكولين بينتهوا بحرف الاي، روج احمر، روز وردي، جن اصفر، اورانج برتقالي. الاربع الوان دول يصلحوا يكونوا مذكر ومؤنث. طب ايه بقى الجديد؟ الجديد ان معايا كلمه مارون، بني، شاتان، كستنائي، لا تذكر لا تؤنث حتى وهي ما فيهاش ايه. تمام يا اولاد، ودي كانت قصه الالوان، التذكير والتانيث. طب تعالوا كده بقى نشوف الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي، اكزرسيس يوضح الجرامير قوي. الاكزرسيس هنا عايز يشرح اذا كانت الحاجه من الماده الخام نقول ان، اذا كانت الحاجه نقشتها النقشة بتاعتها مربعة، منقطة، سادة، مش عارف ايه، بتاخد حرف جر مختلف. تعالوا كده نبص على اول مثال، قم
compléter les phrases suivantes avec un, on dit اللي بتتحط للمادة الخام أو avec a بتتحط للنقشة بتاعت المادة اللي احنا هنلبسها. يعني أنا مثلا في المثال الأولاني بقول لورا بورت الروب فيوليت، لورا لابسة فستان لونه فيوليت، بس الفستان ده مقلم. كلمة مقلم أراير، نختار إيه؟ أراير. شايفين أنا جايبة الحل على جنب أهو، أراير، لأن ده مش خامة ده نقشة. جادور لي بيجاما، أنا أعشق البيجامات القطن. القطن ده خامة ولا رسمة؟ لا خامة، اخترنا لها أون. ما مير أم لي روب نقط بوا، بوا يعني فيها نقط منقطة كده. النقطة دي مش خامة، النقطة دي رسمة، فخدنا لها حرف الجر أ. يبقى ماما بتحب لي روب أ بوا. أونيتي في الصيف، أون بورت دي فيتمون، بنلبس بيجاما ولبس يعني أو هدوم مانش. في المثال اللي في تعريف الكلمات كان أمانش، أمانش كورت بأكمام قصيرة. نميرو 5، إيل بورت دي شوسور كوير، كوير يعني جلد، والجلد يعني خامة، الخامة خدت أو إن، يبقى إيل بورت دي شوسور أون كوير. إلا شات دي تيشيرت نو أترايير، الرايور زي ما شفناه في المثال الاولاني هي نقشه المقلمه بقت ارايور. جيم بورتي دي شوسور، بحب البس الجزم تالون اللي بكعب، ا تالون ا تالون. مين كمان؟ البورت ان بول، هي ترتدي بلوفر لين من الصوف، الصوف خام، اون لين. يبقى انا هعيدهم على السريع تاني، أراير، أون كوتون، أقوى، أمون شكور، أون كوير، أراير، أتالون، أون لين. كده أظن الإكزرسيس شرح جزء من الجرامير اللي أنا عايزة أقول. نكمل إكزرسيس تاني كده، شوازير لا بون ريبونس، نختار اللون أو الكلمة المناسبة اللي نكمل بيها الجملة. معانا نيميرو 1، جون أم لي شوميز، جون بيحب الشوميز. نرجع لمعاني كلمات الدرس، كلمة شوميز كلمة فيمينا بلوريال. طب أنا هدور ده فيمينا بلوريال ولا بلون فيمينا بلوريال ولا بلو، التلاتة ما يدونيش إيحاء، بس لو ركزت قوي تلاقي ان في الالوان انا حطيت كلمة مارون تمشي مذكر وتمشي مؤنث وتمشي كمان جمع، ماسكولان فيمينان بلوريال. ولو حتى ما فيش في اخرها او، ما هو احنا مش المفروض نحط في اخرها او. يبقى مارون من الكلمات اللي بتحل ازمات، تمشي ماسكولان تمشي فيمينان وتمشي بلوريال. يبقى جون ام لي شوميز مارون. طب السؤال الثاني، فو بريفيري نقط تنو. عشان كده في اول الدرس انا يعني قررت افصل الكلمات الفيمينين من الماسكولين تحسبا لكلمه كلب كل اشكالها، كلب فيمينين، كلب ماسكولين، كلب فيمينين بلوريال. ومعانا كلمه تنو، التنو هنا هو الزي، واصل كلمه زي فيمينين، يبقى نختار كل الاولاني، فو بريفيري كل تنو. نيميرو 3، جو شوازي لا فيست، لو انا مش عارف كلمة فيست ابص للأداة، لا، اللا هي فيمينان سانجولي. بلو تنفع؟ بلون تنفع؟ لا، جريز، اهي اخرها او واتقمست. نيميرو 4، ست روب، طب انا ناسي الروب فيمينان ولا ماسكولان، ابص على ست، ست بتقول ان الكلمة دي فيمينان، وفيمينيه ايه؟ سانجوليه. سات روب ايه؟ كورت لون، لون افيك اس، لا هي بالي كورت افيك او. اللي بعده كومون ايه نقط روب، لسه قايلين دلوقتي كلمه روب فيمينيه، اخد لها سور
ولا ساتر ولا سات افيك انتي؟ لا الاولانيه ماسكولين، الثانيه فيمينا، الثالثه ماسكولين برضو بس بتتحط قدام الكلمات اللي بتبدا بفويل. معايا يا رب؟ فيمينا تتحط قدامه سات افيك دوتي. كومون ايه سات رب؟ نيميرو 6 سيت اون اشارب. لسه دلوقتي قايلين كلمة سوا حرير، والحرير خامة، والخامة ناخد لها اون، يبقى سيت اون اشارب اون سوا، اهي واقفين عندها اون سوا. نيميرو 7 نقط انورا ادري سيمبا. الانورا ده لطيف خالص سيمبا. طيب نشوف انورا كده من حفظي للكلمات اللي انا عرضتها في اول الدرس. كلمه انورا كلمه ماسكولين سانجوليه، بس طبعا اكون قوه الملاحظه عندي عاليه لانها بدات بفويل، فخدنا لها سات اللي ليها تي واحده. سات اللي انا واقفه عندها دي انورا ادريسي با. نيميرو 8 بانتالون. البانتالون ماسكولين سانجوليه، اخد له كل فيمينا كل ماسكولي كل بلوريال. لا انا شغلت دماغي وعرفت ان بانتالون كلمه ماسكولي سانجولي او مفرد مذكر، خدت لها كل اللي انا واقفه عليها دي. الاكسرسيس ده كده وافي. طيب ننقل للكلام، واحنا يعني في اكسرسيس انا قدمته قبل ما اشرح الادجكتيف ديمونستراتيف. Adjectif démonstratif هو عبارة عن صفات الإشارة. سو ست ست سي، واحدة واحدة بقى. سو معناها هذا، وست وموتي واحدة معناها هذا، والاتنين ينفعوا للمذكر المفرد، بس دي لو جه وراها كلمة بتبدأ بحرف ساكن. تعال نشوف كده. سو بانتالون، سو بول، سو مونتو، هذا البنطلون. طب نطلع فوق كده. سيت افيك تي، بتي واحده، محتاجه زي كلمه انورا، هي ماسكولين سانجولي مذكر مفرد بس بتبدا بحرف فويال، بقت سيت انورا. سيت ام اتنين تي، ده هي دي الفيمينيه سانجولي وتنفع تتحط قدام الفويال واللي مش فويال، زي سيت جوب، سيت كرافات، وممكن سيت روب، سيت جوم استيكا. طب والجمع بقى؟ ما عندناش في الفرنسية أداة للجمع المذكر وأداة للجمع المؤنث، هي سي للجمع، سي روب، سي بانتالون، سي انورا، سي باسكيت، سي شوسيت، سي شوسور. كده لأدجكتيف ديمونستراتيف. طيب معانا حتة جرامير تانية يا ولاد، هي عبارة عن كلمة بوكو وكلمة ترين. بوكو ممكن أقول عليها جدا، ممكن أقول عليها قوي، وتري هي زي فيري بالإنجلش. تمام نشوف كده هنحط إيه. معايا فيرب وليكن، وليكن في درسنا فيرب إمي أو فيرب ترافايي. J'aime beaucoup ce pantalon. أنا بحب جدا أو قوي هذا البنطلون. شايفين حطيت بعد verb aimer beaucoup. طيب الشخص ده بيشتغل كتير، بيشتغل كتير أو بيشتغل قوي، أقول عليه il travaille beaucoup. طب il me plaît beaucoup، ده عجبني قوي أو عجبني جدا. شايفين بقى الشرح بيقول إيه؟ إن معايا فيرب لازقة فيه كلمة بوكو، وخلصت المثال. طب ما أشوف الناحية التانية كده، لو أنا عايزة أستخدم تري، ما هي تري ممكن تبقى جدا زي ما قلت فيري. تري لازم يجي وراها أدجكتيف. أدجكتيف يعني مثلا جولي، جميل، ده أدجكتيف. إليجان، ساحر، براق، أدي ده أدجكتيف. بيان اللي أنا واقفة عندها دي très bien adjectif. Vite بسرعة adjectif. نقرا الأمثلة. Ce pantalon est très joli.
الفستان ده جميل جدا او البنطلون ده جميل جدا. اهو انا نطقت كلمه جدا، تريجولي سيت في تري اليجانت، البنت دي ساحره الجمال. سيت في تري اليجانت، طب ما هو ممكن ما يجيش وراها صفه، يجي وراها ادفيرب، ما يجيش وراها ادجكتيف. نفس الكلام، ال سابي تري بيان، هي لابسه حلوه قوي. انا وصفت اللبس بتاعها ان هو لبس جميل، ال سابي تري بيان. طب الولد ده ايه الكور بيجري تري فيتا. يبقى انا لو شفت ادجكتيف وقبلها نقط او ادفيرب وقبلها نقط اختار بسرعه تري، لكن لو شفت فيرب زي امي ترافايي مبلي او فيرب افوار مثلا ايل ابوكو دي فيتما، عنده ملابس كتير. شوف انا اقول عنده ملابس كتير جدا، لكن فين الصفه اللي خلتني احط تري؟ مفيش صفه، فمفيش تري، حطيت بوكو على طول وتحل. ايل ابوكو دي فيتما، عنده ملابس كتير. ايل با اشتي بوكو دو ستيلو، هيشتري اقلام كتير. بوكو دو ستيلو، فين الادجكتيف هنا اللي تخليني احط تري؟ مفيش. وده كان الجرامير الخاص بالدرس. تمام يا ولاد، نجرب نفسنا كده بقى، نشوف هنعرف نتعرف نختار تري ولا بوكو. كومبليتي افيك تري او بوكو. نيميرو ان، سا شميز اي نقط مش. مش يعني سيد، مش اللي انا واقفه عندها دي سيد، هل دي صفه او ادجكتيف؟ مش، واحنا اتفقنا ان نحط تري قدام الصفه. نقولها على بعضها، القميص ده سيء جدا، سا شميز اي تري مش. تمام. نيميرو دو، لو بروفيسور سابيل، المسيو لابس بيان. بيان يعني حلو او جود او جيد. طب ما هو ده كمان وصف ادفيرب، يبقى تري بيان. اقولها بقى بالحل، للبروفيسور المدرس سابي تري بيان، لابس كويس جدا. لفي ام، انا بسرعه اشغل مخي والاقي فيرب امي مقترن بيه دايما ادجكتيف بوكو. لفي ام بوكو لامود، معناها ان البنات بتحب جدا الموضه. طب ما هي تري دي يا مدام انت قلتي عليها انها معناها جدا، بوكو كمان معناها جدا، بس زي ما اتفقنا مقترنه بالفيرب. طب فين الادجكتيف اللي هيستدعي ان انا احط تري؟ مفيش. لفي ام بوكو لامود. طيب نيميرو 4، احمد بورد ان كوستيوم ديمودي. تعالي افتكر كده كلمه ديمودي، يعني دقه قديمه، لابس بدله دقه قديمه خالص، يعني حاجه من عصور قديمه. طب ما هي ديمودي زي بيان زي مش. نقدر نوصفها؟ نوصفها، وعشان هنوصفها هنكتب تري او هنختار تري. احمد يرتدي بدله دقه قديمه جدا او من عصور قديمه جدا، تري ديمودي. نيميرو 5، جم، ودني وعيني وبقي قروا كلمه ام، اختار بوكو فورا، يبقى جم بوكو. نلاحظ طول الدرس ان فيرب امي مقترن ببوكو، ما بيدينيش فرصه اطلاق. جم بوكو لليجن، انا بحب قوي البنطلون ليجن اللي هو الضيق. طب نيميرو 6، ست رب ايه، ونرجع لكلامنا كده، كورت قصيره، قصير او قصيره ادجكتيف. خلاص الكلام واضح على طول، الفستان ده قصير جدا، تري كورت. يبقى ست رب ايه تري كورت، قصير جدا. نو اشتون، نيميرو 7، احنا اشترينا دو فيتمون. يلا بقى نقول حاجه مقدمه، ان بوكو ممكن تيجي لوحدها وممكن يجي مقترن بيها حرف الجر دو.
طبعا من غير تفكير لقيت دو، وما فيش ادجكتيف او ادفيرب. فيتمون ده اسم ملابس، يبقى نو اشتون بوكو دو فيتمون، اشترينا ملابس كتيره جدا او كتير قوي. يبقى اشتي بوكو دو فيتمون. تمام كده يا اولاد؟ ان شاء الله يكون الاكزرسيس ده واللي قبله واللي قبله مهضوم، لان هو حكى لنا عن الليسون ايه، لخصنا فيه كل اللي احنا عايزين نقوله من كلمات ومن ادجكتيف ومن جرامات. ولقائنا ليسون 2 ان شاء الله.